السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معكم الرياضي أحمد مناع، وعودة مرة أخرى مباراة الأهلي والصيد في أحداث اليوم في المباراة الثانية في الدرجة الأولى. وادي لما يعني بنعتذر عن الدخول متأخرا، لكن النتيجة دلوقتي 3-2 لصالح نادي الصيد، والأوت سايد لصالح ملكات النادي الأهلي. فاتو أو السنغاليه تسلم فريده وائل، فريده تقلب على طول رميم الجداوي، لكن بتعمل للسيل على طول من زينه حسام، زينه تروح على الاول ذا واي وتنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان توسع الفارق الى 5-2 لصالح نادي الصيد. سوريا قطعها رميم، رميم في الميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل، السنغاليه فاتو تحاول تدع في الهوك لكن ما بتنجحش في التسجيل، وادي الاسيست من فريده وائل والباسكت والفاول على نادي الصيد ريهام الزمر، واولى الاخطاء الشخصيه والتو شوتس من الكابتن حسام عبد المنعم يحتسب هذا الفرق. رنيم على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. كمل اللقاء كابتن حسام عبد المنعم وكابتن رنا خالد. فاول توقف هقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين وايضا الجهاز الفني هنا وهناك. فري ثرو ثاني غير ناجح لكن في الاخير تخبط في ايد فريده تامر وبتطلع اوتسايد لصالح نادي على راؤول اشرف وتشجيع لاعبات حبيبه. فريده وائل سمع الكوره سلم رنيم جداوي، رنيم في الميديم شوت رنيم لكن لا تنجح في التسجيل، زينه على طول بتلم ديفنسيف ريباوند وتسلم لريهام الزمر. بالاخير فريده تامر تبدا الهجمه تاخد السكرين من تمان النادي الاهلي. فريده الزمر او ريهام الزمر عفوا، ريهام الهاند اوف مع فريده مصعب، فريده بتحاول تعدي في ال1 1 في البيس لاين على طول لفريده تامر، تعمل البنتريشن 5 ثواني على انتهاء زمن الهجمه لكن سرايا كده على الباسكت ما بتجيش، سرايا تلم او فاتو تلم في الديفنسيف ريباوند وتسلم لسرايا اللي تبدا الهجمه. زون ديفنس نادي الصيد. وادي سكيب باس كده لكن في الاخير مقطوعه والترن اوفر تروح على طول لفريده تامر لفريده مسعد في الميديم شوت لكن لا تنجح في التسجيل. سوريا على طول ديفنسيف ريباوند حاضر تروح في الاول زاويه تقف بالفلوتر شوت وتنجح في التسجيل، لا ما تنجحش في التسجيل. ريهام الزمر على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لفريده تامر، تهدى فريده تامر 5-3 لصالح نادي الصيد. فريده تاخد سكرين من ريهام الزمر تروح بالفلوتر شوت لكن ما بتنجحش ايضا في التسجيل. على طول رضوى تطلع لفاتو او سرايا ومن سرايا لفاتو فص بريك نموذجي تنجح في تسجيل نقطتين تعدل النتيجه الى التعادل 5-5. فريده تامر وبدايه الهجمه لنادي الصيد معها رضوى محمد تاخد سكرين من ريهام. فريده لسه معاها الكوره تسلم على طول لزين حسام على الاوبن شوت 3 بوينت ثانيه لزين حسام توسع الفارق الى 8-5 لصالح نادي الصيد. رضوى محمد في بدايه الهجمه، رضوى معاه فريده مصعد مسكاه في المان تو مان تقلب الملعب لكن زينه في الاخير تحط ايديها في الكره وتطلع اوتسايد لصالح نادي فريده وائل. هتطلع الاوتسايد تسلم لرضوى، رضوى لفريده وائل وادي تحت الباسكت فاتو بعد اسيست جميل قوي ريفرس لاب من فاتو واسيست ولا اروع من رنيم جداوي تنجح في تسجيل النقطتين، ده الفارق الى نقطه وحيده 8-7 لصالح ملك لصالح نادي الصيد. الاند 1 لصالح فاتو السنغاليه. فاتو على الاند 1 وتنجح في تسجيل الاند 1 بعد النتيجه الى التعادل مره ثانيه. وادي فريده تامر زون ديفنس النادي الاهلي 1-3-1. فريده مصعد لفريده تامر مره ثانيه، فريده طلبت سكرين من ريهام الزمر عدت بالسكرين في البيك اند رول، ريهام تستلم تطلع كيك اوت سرايا تلحق على طول قبل سكند شانس لكن في الاخير فاتو تنجح في الريباوند وتسلم لرضوى، رضوى تقف وتطلع لسرايا، سرايا على الاوبن شوت 3 بوينت سرايا سوكا تنجح في تسجيل اولى الثلاثيات للصالح ملكات النادي الاهلي. فريده تامر في بدايه الهجمه لنادي الصيد 11-8 لصالح النادي الاهلي.
زينة تسلم لفريدة مسعد، تقلب الملعب الناحية الثانية لفريدة تامر، زون ديفنس النادي الأهلي، فريدة تسلم لزينة، لفريدة مرة ثانية، فريدة تحاول تخترق تروح وتوصل بشمالها لكن ما بتنجحش في التسجيل، فاتو على طول ديفنسيف ريباوند، تسلم رضوى تقلب على طول ملعب لسرايا سوكا والثري بوينت الثانية في الأوبن شوت تنجح في تسجيل، ثلاث نقاط كمان في سرايا محمد، 14-8 لصالح النادي الأهلي. فريدة تامر في بداية الهجمة لزينة، زينة تسلم لفريدة مصعب، لسه الكرة عند فريدة تامر، دور على زينة مرة ثانية طلع لها فاتو، تسلم لفريدة تامر تحاول تخترق تسلم لكن هنا التيرن اوفر والباد باص والستيل حاضر على طول من فريدة وائل، وادي سوكا من بعيد سوكا باسكت سوكا، نقطتين كمان لسوكا، تايم اوت للكوتش احمد ابراهيم المدير الفني لنادي الصيد، تقدم النادي الاهلي 16-8 على نادي الصيد. تشكيل الفريقين النهارده نادي الصيد، فريدة تامر رقم 3، نور محمد رقم 6، مريم جابر رقم 8، ريم اشرف رقم 14، مريم سطوحي رقم 15، منا مدحت، زين حسام، ريهام الزمر، ليلى العرابي، نادين عم، فريده مسعد وليلى القوصي. اما القاده الفنيه للكابتن احمد ابراهيم، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم. بعد اذنكم محدش يكلمني في حاجه لاني انا شايف، انا بقول لك بره اهو، بقول لك ده تاني العكس، مش هي اللي تقول لي انا في منطقه هنا واحد بيلف انا بلف معاه لحد مش العكس، انت تقولي تكاري يا فتوح كمان ولاد وجوب قدره وانا بعمل دايما اكسر. ايوه تعليمات الكوتش طارق خيري. النادي الاهلي مكون النهارده من سرايا محمد، تمارا نادر، يارا اسامه، رنيم الجداوي، دينا عمرو، فريده وائل، ميرال اشرف، نادين السلعوه، رضوى محمد، حبيبه بيكو، وجايده خالد، وفاتو ديانج. خرجت القاده الفنيه للكوتش طارق خيري ومساعداه كابتن علياء محمود، كابتن كريم اسماعيل، والمدير الجهاز الكابتن ماجد المسبب او ماجد فوزي. حيازه لصالح نادي الصيد، فريده تامر تعدي الملعب وتسلم على طول ليه سطوحي على الاوبن شوت، فريده مسعد تنجح في تسجيل ثلاث نقاط، بدايه الفارق الى خمس نقاط 16-11 لصالح نادي الاهلي. وابو محمد تعدي تسلم لفريده وائل، فريده في الدرايف واحد على واحد تروح بالدبل جامب لكن ما بتنجحش في التسجيل، زينه على طول ديفنسيف باوند فصل بيك لفريده مسعد، ثلاثه على واحد تنتهي عند زينه اللي تنجح في تسجيل نقطتين كمان، تعدي الفارق الى ثلاث نقاط للصالح مالكات النادي الاهلي 16-13. بدايه حماسيه في احداث الكورت الاول، رضوى محمد، رضوى تقلب الملعب على طول لسرايا، سرايا ترجع لرضوى مره ثانيه، زون ديفنس واحد 2-2 مع نادي الصيد، وادي باد باص كده وترن اوفر وفص بريك تاني لزينه لكن زينه ما تلحقش، خلص رضوى على طول وتعمل ستيل تسلم ليه سرايا، سرايا في فص بريك لرنيم جداوي لكن ما بتنجحش في التسجيل، فاتو على طول سكند شانس روعه تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان توسع الفارق الى 18-13، فارق الخمس نقاط لصالح النادي. فريده تامر لفريده مسعد، فريده تامر مره ثانيه الملعب مريم سطوحي لكن تقف وتعمل الوك ومخالفة المشي بالكرة على مريم سطوحي لاعبة نادي الصيد. داوود صايد اهلاوي هنا السكند شانس الفولو من فاتو راوند الفولو تو بوينت على طول، رضوى محمد في الملعب، رضوى رضوى معاها الكورة تاخد سكرين من رميم، ده مضغوط عليها من اثنين، رميم تحت الباسكت تحاول تروح توصل لكن بتعترضها على طول ريم اشرف، فاول خطا شخصي وتو شوتس لصالح رضوى رميم جدا. رنيم على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل، فري ثرو اول ناجح رنيم جداوي، هزيمه المباراة
ركن وركن مرتبط اللي خلصت بنتيجه 75-41 وفري ثرو ثاني ناجح ايضا لنادي او الاهلي او عن طريق رامين جدا. زي ما قلت لحضراتكم مرتبط او فريق مرتبط تحت 18 سنه انتهت المباراه ما بين الاهلي والسيد 75-41 في المباراه تسيدها تماما بنات النادي الاهلي. وادي زين على الاوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط كمان، ده الفارق الى اربع نقاط، 16 الصيد 20 الاهلي. رضوى محمد، رضوى لسه معاها الكوره يعني على دبل تيم، طلع رنين جداوي، رنين طلع لسورايا، سوكا سوكا في الدرايف 1-1 حاول توقف وترتكز، سلم رنين جداوي، رنين في البيز لاين طلع كيك اوت لفاتو، فاتو الناحيه الثانيه على طول، سورايا في الاكسترا باص على طول، سورايا في 3 بوينت تنجح في اضافه ثلاث نقاط كمان، ثالث الثلاثيات لسورايا محمد في احداث عمق هذا الكوارتر، ثلاث ثلاثيات من اصل ثلاث محاولات سورايا محمد. فريده تامر 1-2-2 زون ديفنس، فريده حاول تروح بملحه تنجح في تسجيل نقطتين، فريده تامر 23-18 لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد، رضوى لسه الكرة مع رضوى، تقلب الملعب على طول في السكيب باس عند سورايا، لكن سورايا في الاوت اوف باوند وتلمس اللاين وتطلع اوت سايد لصالح نادي الصيد. تخرج مريم سطوحي تنزل مكانها نادين عمر. من نادي الصيد. لنادين لزينة على سكيب باس تروح وتشوت لكن لا تنجح في التسجيل على طول، فاتو تلم ديفنسيف ريباوند تسلم على طول لسورايا، سورايا تقلب الملعب لفريده وائل، فريده بتسنيه اللقطة تسلم لرضوى، فريده في الاكسترا باس مره ثانيه على الاوبن شوت، فريده وائل لكن لا تنجح في التسجيل على طول، تلم نادين عمر تهدى بالملعب، فريده تامر تطلع الملعب لفريده مسلم، فريده تقلب الملعب الناحيه الثانيه لكن تلمس سورايا وتطلع اوتسايد لصالح الصيد. حبيبه بيكو ومرال اشرف على النزول بدلا ونادين سلعوة بدلا من سورايا ورضوى وفريده وائل. فريده تامر على الاوبن شوت في 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط عشان تضيق الفرق الى نقطتين، 23-21 لصالح النادي الاهلي. حبيبه بيك تقلب الملعب لنادين سلعوة، نادين لفاتو، فاتو على الميديم وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي بعد اسيست رائع من نادين سلعوة ومعها الاند وان لصالح فاتو والنادي الاهلي. فاتو فاتو السنغاليه المحترفه هذا الموسم في النادي الاهلي، كنت افريقيا الاخيره لكن لا تنجح في التسجيل، ثم على طول فريده تامر في الاول ذا واي تسلم لفريده مسعد، فريده فريده تامر مره ثانيه بتاخد سكرين متعدي، ودي فريده تامر تجرب حظها مره ثانيه على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول حبيبه بيكو في الديفنسيف ريباوند في الاول ذا واي، حبيبه تهدم ملعبها على السيت بلاي، رونين جداوي عايز تجرب حظها على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل على طول، فريده تامر لفريده مسعد تروح لشمالها راحت وصلت نجحت سجلت نقطتين عشان تضيق الفارق الى نقطتين 25-23 لصالح النادي الاهلي. بيكو حبيبه بيكو سلم لمرال اشرف، مرال لحبيبه مره ثانيه، حبيبه على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا المره دي نجحت في التسجيل توسع الفارق الى 28-23 خمس نقاط لصالح النادي الاهلي عن طريق حبيبه بيكو، 3 بوينت حاضر من النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول. نادين عمر طلع لفريده مسعد، فريده فريده لزينه، زينه على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، فاتو على طول من اعلى النقاط تنجح في الريباوند لرنين جداوي بتشوت قبل الثواني الاخيره تنجح في اضافه ثلاث نقاط كمان عشان تنتهي مع احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 31-23. هذه الثلاثيه الاخيره مع البازر تايم للكوارتر الاول. اعزائي المشاهدين تقدم النادي الاهلي 23
31-23 الصراحة قصيرة ما بين أحداث الكوارتر الأول والثاني، ونعود إليكم في بداية أحداث الكوارتر الثاني. رجعنا أعزائي المشاهدين لبداية أحداث الكوارتر الثاني ودور الثمانية في دوري المرتبط سيدات ما بين الأهلي والصيد على صالة الشهداء. كوتش طارق خيري والشرح الأخير قبل بداية أحداث الكوارتر الثاني. نتيجة الكوارتر الأول تقدم النادي الأهلي 31-23 على نادي الصيد. التعليمات الأخيرة من الكوتش طارق خيري والكوتش أحمد إبراهيم. الكوتش طارق خيري هو المدير الفني للنادي الأهلي والكوتش أحمد إبراهيم المدرب أو المدير الفني لنادي الصيد. ستارت اللاين أب للنادي الأهلي هنشوفه دلوقتي. ستارت اللاين اب لنادي زي ما احنا شايفين فريده تامر وفريده مسعد ومريم جابر رقم 8. اما النادي الاهلي ميرال اشرف حبيب بيك ونادين سلعاوي رنين جداوي وفاتو هو نفس الخماسي اللي انهى بيه كوتش طارق خيري الكوارتر الاول. ونادي الصيد فريده تامر وفريده مسعد وزينه او ريم عفوا ريم زين او ريم اشرف وادي نادين وادي الستيل من رنين جداوي والحيازه لصالح رنيم جداوي تسلم لسلعوه على طول في الاخير. سلعوه تقلب الملعب لحبيب بيكو بيكو لميرال اشرف في الفيك وتعدي طلع لسلعوه لرنيم جداوي في الاوبن شوت 3 بوينت ما بترجعش في التسجيل. فاتو ديفنسيف ريباوند روعه. وادي نادين تكاوي اكسترا باص لميرال اشرف في 3 بوينت لكن فاتو حاضره على طول في الريباوند في الاوفنسيف ريباوند ترجع في تسجيل نقطتين كمان ولنقاط واحداث الكوارتر الثاني عن طريق فاتو السنغاليه. فريده تامر تبدا الهجمه. فريده سلم لمريم جابر. وادي الستيل عند حبيبه بيكو تحاول معاه مره ثانيه لكن تسيطر عليها مريم جابر تسلم لفريده تامر. فريده في الدرايف 1 ان 1 تروح بالشمال هتوصل لكن ما بترجعش التسجيل. رنيم جداوي ديفنسيف ريباوند تطلع بالملعب تسلم ل نادين سلعاوه قطعلها لكن استنى سلمتها على الهاي بوست تقف وتروح باك بيبو بتطلع كيك اوت مره ثانيه لسلعوه. نادين سلعوه على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريده مسعد ديفنسيف ريباوند على طول عندها تحاول تلعب ال1 1 تسلم لفريده تامر قطعلها نادين عمر لكن تسلم لفريده مسعد على الاوبن شوت فريده ما بتنجحش في التسجيل. فاتو على طول تخبط في ايديها في الديفنسيف ريباوند وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الصيد. تمر نادر مكان فاتو وايضا يرى سامه مكان رنيم جدا. سكرينات بتحصل نزلت ايضا منى مدحت اللي معاها الكوره تطلع كيك اوت لفريده مسعد بتسلم لمريم جابر. مريم تقف وتسلم على طول لفريده تامر. فريده مسعد تقف في دوي شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ميرال اشرف على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عندها وتسلم ميرال اشرف لنادين سلعوه. نادين في الاوبن شوت تجرب حظها لكن تراجعت وعايزه تسلم مين؟ سلمت يارا. يارا في ال1 1 في السكيب باس على طول ليارا مره ثانيه على الهاي بوست لكن فريده مسعد ترتكب معها خطا وفاول لصالح يارا. الاوتسايد اهلاوي حبيبه بيكو لتمره نادر مره ثانيه لنادين سلعوه. نادين مضغوط عليها سلم ليه تمارا نادر. تمارا عايزه تلعب لعبت فعلا وعدت من البيزاين طلعت الكيك اوت لمرار لكن كانت بعيده وتطلع اوتسايد لصالح نادي الصيد. اوتسايد للصيد فريده تامر وكش طارق خيري بنظره على النتيجه. فريده تامر تقلب الملعب فريده مسعد. مريم جاب لسه الكوره مع مريم سلم لفريده تامر مان تو مان النادي الاهلي تقلب لفريده مؤسف. فريده في درايف من الميدل تروح بالهوك لكن ما بتنجحش في التسجيل. تمره نادر على طول بتلم وتسلم على طول لبيكو بيكو لميرال. ميرال في السكيب باس روعه لسلعوه نديد سلعوه على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. تزق على طول تمره نادر وتطلع لميرال. ميرال على الاوبن شوت تمره نادر تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي 36-23 لصالح ملكات النادي الاهلي. 13 نقطة هو الفارق لصالح النادي الاهلي.
مريم جابر لفريده تامر. فريده في الدرايف 1 اند 1 تروح بشمالها توصل تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الصيد. ده الفارق الى 11 نقطه لصالح النادي. بيكو حبيبي بيكو تمرة نادر هندوف على طول مع نادين سلعوي. نادين لميرال اشرف ريبليس كده او تغيير المراكز. حبيبي بيكو في البيز لاين لكن بلوك ولا اروع من مريم او ريم اشرف تنجح في حصول على النادي الاهلي ينجح الحصول على الكره مره اخرى. تمرة نادر حاول تلعب واحد على واحد سلم ميرال اشرف بالهاند اوف. ميرال حاول تلعب قبل الثواني الاخيره. ميرال قبل البازر تايم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تخرج الكره اوت سايد لصالح نادي الصيد. فريده تامر تبدا الهجمه. فريده سلم على طول لمريم جابر. مريم لسه الكره مع مريم. سلم فريده مسعد. فريده ال1 اون 1 قطعلها فريده تامر قطعلها فعلا راحت وصلت بالفلوتر شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تمرة نادر بتحاول معاها وفعلا توصل لحبيبه بيكم الاهلي. حبيبه في الاول زاوية. حبيبه هتعمل ايه حبيبه؟ طلعت لميرال. ميرال اشرف سلمت ليارا سامه 1 اون 1 يارا بالهوك. يارا وصلت يارا نجحت يارا سجلت يارا نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. يارا سامه سنتر النادي الاهلي. وادي مريم جابر لفريده مسعد. مريم جابر مره ثانيه باصات سريعه كده. وادي خطا شخصي وفاول على حبيبه بيكو رقم 4 38 25 لصالح النادي. تو شوتس لصالح مريم جابر. ادي تمره نادر و3 بوينت تمره. فري ثرو اول لمريم جابر او رميه حره اولى تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني 26 38 12 نقطه هو الفارق. فري ثرو ثاني ايضا ناجح وتغيير ريم اشرف هتخرج وريهام الزمر تعود مره ثانيه الى ارضيه الملعب. حبيبه بيكو مضغوط عليها من فريده تامر سلم لتماره نادر. تماره في ال1 اند 1 تماره عايزه تعدي سلمت هاند اوف على طول مع نادين سلعوه. اختراق رائع وبنتريشن ولا اروع من نادين لكن في الاخير بتعترضها بفاول وخطا شخصي من مدحت رقم 16 والتو شوتس لصالح نادين سلعوه. نادين على الفاول شوتنج الاول او الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لنادين سلعوه لا تسجل على طول. فريده تامر بتلم ضغط عليها عشان توفي الفصل بريك. نادين سعد لسه الكوره مع فريده تامر تاخد سكرينات وتعدي او توصل وتسلم ليه مريم جابر تطلع لمنه متحمنة على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. هم على طول ليارا سامه وتطلع ليه حبيبه بيك سلم لنادين. نادين مره ثانيه لسه معاك الكوره. نادين عايز تسلم ليارا سامه. يارا سامه واحد على واحد تحت الباسكت بشمالها ولا اروع ولا اجمل ولا احلى. 41 نقطتين سجلتهم يارا سامة عشان ترفع الفرق الى 41 27. تتلقى التعليمات من كوتش طارق خيري. لسه فريده تامر ودفاع قوي من نادين سلعوي. لسه فريده تامر تقطع الكره على طول. تماره نادر وتروح لنادين. نادين بالفص بريك لتماره. تماره في ال1 ان 1 لكن ما بتنجحش التسجيل. يارا سامة السكند شانس مره ثانيه توصل عند يارا سامة. حاول تستخلصها كده وتزق الكوره لكن في الاخير تروح اوت سايد لصالح ناس لكن مجهود قوي من يارا سامه في متابعه الكوره. اوت سايد لصالح نادي الصيد. خرجت فريده تامر نزلت مكانها نور محمد. فريده مسعد لنور. نور طلع ليه ريهام الزمر. هاند اوف مع مريم جابر. فريده مسعد تروح بالبنتريشن تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الصيد. 41 29 لصالح النادي الاهلي. اقل من خمس دقائق على انتهاء عمر الكوارتر الثاني. هاند اوف مع حبيبه بيكم من تمره نادر. سلم ليارا سامه. يارا تهوش حلوه قوي تروح في البنتريشن لسه مسيطره على الكوره تطلع كيك اوت لحبيبه بيكم في الاكسترا باص لكن في الاخير تلمس الكوره النور ايد نور وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ميرال اشرف هتطلع الاوت سلم ليه حبيبه بيكو.
حبيبه، تعدي بالسكرين مع تمارا نادر حبيبه، لسه معاك كوره توصل وتسلم اسيست حلو قوي ليه يارا سما، لكن يارا ترفض الهديه وتروح الكره كده على طول نادي السيد عن طريق مريم جابر. مريم تقف على ملعبها وتلعب السيت بلاي، مريم جابر او نور عفوا مش مريم جابر، هذه سكرينات تسلم مريم جابر، تاخد سكرين مره ثانيه، مريم تروح وتوصل بيمينها تنجح في تسجيل نقطتين باستخدام اللوحه عشان تبدا الفرق الى 10 نقاط 31 41 لصالح بنات النادي. نادين سلعاو استنى السكرين من يارا سام، نادين في البنتريشن تروح باليورو ستيب توصل لكن ما بتنجحش في التسجيل، يارا سام السكند شانس بتروح كده شوت اي حاجه لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول فريده مسعد تبدا الهجمه في الاول زاوية فاست بريك مع نور، نور تقف حاول تعدي توصل طلع كيك اوت على طول لفريده مسعد اللي بتجرب حظها على 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، على طول تلم ريام الزمر مره ثانيه ما بتنجحش ايضا في التسجيل، تلم على طول ليارا اسامه وتسلم لحبيبه بيكو، تقلب الملعب لتمره نادر اللي بتنجح في تسجيل نقطتين بفص بريك ولا اروع ولا اجمل، عشان على طول كوتش احمد ابراهيم يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. 43 31 نسمع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خدت الكوره هنا وانا بجري ما ينفعش تجري في النص. طماره جايه هنا بوزيشن فور ما ينفعش ابقى هنا، انا بجري كده عشان لو الديفينس ده بين دور على واحد باونس باص ايزي ليه. دي معلومات عامه. باجي في النص الملعب بقى واحد سهل يمسكنا احنا الاثنين، همسكنا انا ودي. تمام؟ ادي مشكله. فيرست اوبشن السنه اللي فاتت فيرست اوبشن دي الديفنس ايه؟ لو 1 1 بلعب 2 3 و 3 2 الناس بتلعب 1 1. هنخش يبقى ليك ادب صاب السوشيال بره. هنيجي نقول نفسيا وزفت. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد ابراهيم. افكر حضراتكم بنتيجه اللقاء 43 31 لصالح النادي الاهلي. انتهت احداث الكوارتر الاول 31 23 تايم اوت انتهى. تقدم النادي الاهلي بفرق 12 نقطه. عوده فتوى سوريا مره ثانيه لارضيه الملعب والحيازه لصالح نادي الصيد. محمد تبدا الهجمه نور مع مريم جابر وفريده مسعد وريهام الزمر وسطوحي عوده مره ثانيه للملعب. فريده مسعد تسلم لنور، نور على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، حاول تلم نصوحي لكن ريهام الزمر تقع في ايديها كده وبتنجح انها تاخد فاول على تماره نادر بالتو شوتس لصالح ريهام الزمر. فري ثرو اول لريهام او ريهام الزمر ما بتنجحش في التسجيل. فري ثرو ثاني لريهام الزمر تنجح في التسجيل. تغيير في صفوف الصيد هتخرج فريده مسعد. شوف نزل مين مكانها فاتو هتسلم لسرايا، سرايا في بدايه الهجمه بمركز البوينت جارد أو صانع الألعاب. سوريا عدت طريق فاضي وصلت سوريا تسلم كيك أوت لنادين، نادين على الأوبن شوت 3 بوينت ولا أروع من نادين عشان تخلي النتيجة 46 32. نادين سلعاوة وادي ستيل وترن أوفر من نادي الصيد. وادي ميرال أشرف تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان تخلي الفارق إلى 48 32. ستيل ناجح من سوريا طلع فص بريك على طول لميرال اشرف زون ديفنس النادي الاهلي. ريهام الزمر تسلم على طول لمريم جابر لريهام مره ثانيه، الكيك اوت على طول لفريده تامر، كيك اوت مره ثانيه لسطوحي، باصات سريعه تنتهي عند مريم جابر على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، سطوحي يلم مره ثانيه او تلم مره ثانيه، فريده تامر
اوبن شوت 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. فاتوا من اعلى نقطه ديفنسيف ريباوند ولا اروع. نادين سلعوه تبدا الهجمه في ال1 ان 1 تعدي تسلم على طول لتمارا نادر. تمارا بدلها بوزيشن كده فاتو تسلم نادين سلعوه. نادين تاخد سكرين من فاتو راحت عكس السكرين هوشت وصلت لكن ما نجحتش في التسجيل. فاتو على طول من وراها تنجح في تسجيل نقطتين عشان تخلي الفارق الى 50 32 18 نقطة هو الفارق. دقيقة 10 ثواني متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. فريدة تسلم لرهام الزبر لمريم جابر لنور. مريم جابر مرة ثانية لفريدة الزمر او رهام الزمر عفوا لمريم جابر. وادي بلوك ولا اروع من فاتو على طول ما تلحقش الكرة لاعبات نادي الصيد عشان تطلع الكرة اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اقل من دقيقة متبقية على نهاية احداث الكوارتر الثاني. سوريا تتلقى التعليمات لبداية الهجمة من الكوتش طارق خيري. سوريا مع فريدة تامر تاخد سكرين من فاتو عدت سكرين اول وسكرين ثاني او الاستجر سكرين زي ما بيقولوا. وادي فاتو تحت الباسكت لكن الباصة كانت يعني عالية شوية. في الاخير تعوض على طول فاتو تعمل الستيل تسلم ميرال اشرف في الوان ان وان. ميرال تروح ميرال لكن ما تنجحش ميرال في التسجيل. لما على طول نور محمد تسلم ليه فريدة تام. فريدة لسه مع الكرة. فريدة فريدة تقف وتشوت على 3 بوينت في اللحظات الأخيرة لكن فاتو تنجح في الديفنسيف ريباوند وتنتهي مع أحداث صفرة. لا لسه لا لسه لسه ما فيش مش تايم أو حاجة. وأدي سوريا لكن هنا خلاص الأحداث انتهت. أحداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 50-32. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الاول والكوارتر الثاني والثالث على ان نلقاكم باذن الله في بدايه احداث الكوارتر الثالث. لا تذهبوا بعيدا كنت معكم معلقكم احمد مناع ونلقاكم في بدايه احداث الكوارتر الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من قناة النادي الأهلي قناتكم المفضلة ونقل لمباراة كرة السلة في دور الثمانية ما بين النادي الأهلي ونادي الصيد في دوري المرتبط. مباراة اللي بنشوفها حضراتكم دلوقتي انتهت أحداث الكوارتر الأول بنتيجة 31-23 لصالح النادي الأهلي ثم تقدم زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة فارق 18 نقطة 50-32 على نادي الصيد. الجهاز الفني لنادي الصيد الكوتش احمد ابراهيم ومساعده الكابتن مصطفى البوشي. التشكيل فريده تامر نور محمد مريم جابر ريم اشرف مريم سطوحي منه مدحت زين حسام ريهام الزمر ليلى عرابي نادين عمر وفريده مسعد وسلمى بهجت رقم 3. اما القاده الفنيه للنادي الاهلي الكوتش طارق خيري ومساعداه الكابتن علياء محمود والكابتن كريم اسماعيل. التشكيل سرايا محمد تمارا نادر يارا اسامه رنيم الجداوي دينا عمرو فريده وائل ميرال اشرف نادين السلعاوي رضوى محمد حبيبه محمد جايده خالد وفاتو رقم 45 السنغاليه. خرجت من احداث اللقاء ندى نافع لظروف الزواج بنتمنى لها حياه سعيده باذن الله. ونوى شتا خرجت ايضا من التشكيل. حكام اللقاء اليوم كابتن حسام عبد المنعم وكابتن رونا خالد. بداية احداث الكوارتر الثالث ان شاء الله. يمكن ذكرنا في المباراه الاولى ان المباراه الثانيه ما بين النادي الاهلي ونادي الصيد هتقام يوم الاثنين الثلاثاء لكن عفوا ده خطا مني هو تقام ان شاء الله يوم الاثنين بعد باكر في ملاعب نادي الصيد. على بركة الله بداية أحداث الكوارتر الثالث ما بين النادي الأهلي ونادي الصيد. أذكر حضراتكم في مباراة المرتبط فاز النادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة الكوتش ماجد سلامة بنتيجة 75-41. النتيجة حضراتكم دي بداية أحداث الكوارتر الثالث. انتهت أحداث الكوارتر الثاني زي ما حضراتكم شايفين 50-32.
زي ما قلت لحضراتكم حكام اللقاء اليوم: كابتن حسام عبد المنعم، كابتن رنا خالد في الملعب، كابتن هبه منير مسجل، كابتن عمر فتحي ميقاتي، كابتن ضياء سيد 24 ثانية، وكابتن مريم طارق أجهزة للمباراة. خلاص ثواني ونبدأ أحداث الكوارتر الثالث من دور الثمانية لبطولة الدوري المرتبط 50-32 لصالح الأهلي. التعليمات الأخيرة من كوتش أحمد إبراهيم، والتعليمات الأخيرة من كوتش طارق خيري اللي هنشوفه دلوقتي. خلاص التعليمات زي ما احنا شايفين، لاعبات نادي الصيد يتلقوا التعليمات الاخيره من كوتش احمد ابراهيم. وبالمناسبه مدرب سابق في النادي الاهلي، وكان اخر موسم ليه هنا في النادي الاهلي مدرب مساعد الدرجه الاولى في النادي الاهلي. خلاص كابتن حسام وكابتن رنا خالد، بداية أحداث الكوارتر الثالث 50-32 لصالح النادي. الستارت لاين اب لنادي الصيد: ريهام الزمر، فريدة مسعد، شوف مين تاني معانا من نادي الصيد، لاعبات نادي الصيد. زينة حسام، ريهام الزمر، فريدة مسعد رقم 77، ستارت اللاين اب للنادي الاهلي. جايدة خالد في اول ظهور ليها هي ودينا عمرو، رنيم جداوي، نادين سلعاوة، ورضوى محمد. ليلى عرابي تعود رقم 28 في اول مشاركة ليها من نادي الصيد، وزينة رقم 20، وفريدة مسعد رقم 77، والحيازة لبنات النادي الاهلي. رضوى محمد في بداية احداث الهجمة في الكوارتر الثاني. نادي سلعاوة في الكيك اوت والميديم شوت على طول لرانيم جداوي، تنجح في تسجيل نقطتين اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث من عن طريق نادين السلعاوة. فريدة تامر سلم لفريدة مسعد، من تمن النادي الاهلي، او زون 1-2-2 على الهاي بوست على طول لزين حسام، طلع كيك اوت عند فريده تامر، تروح فريده توصل وتنجح في تسجيل نقطتين ومعاها فاول واند وان، والخطا والفاول اعتقد هنا على رضوى محمد. وادي الميديم شوت الاولى في احداث الكوارتر الثالث. والاند وان لصالح نادي الصيد، تنجح في التسجيل 35-52 لصالح الاهلي. رضوى محمد من تمان نادي الصيد. دينا عمرو، رنيم جداوي، فيك حلو قوي، توصل وتروح لكن ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول ليلى عرابي وتسلم لفريده تامر، فريده لسه كره مع فريده لكن تخبط في الاخير، حاول معاها كده الستيل من دينا عمرو لكن تروح لفريده مسعد على الاوبن شوت ميديم، تنجح في تسجيل نقطتين 37-52 لصالح بنات النادي الاهلي. فريده مسعد اربع نقاط سجلهم نادي الصيد حتى هذه اللحظات مقابل نقطتين في بدايه احداث الكوارتر الثالث. رضوى محمد لجايده خالد، جايده في الوان ان وان، طلع كيك اوت لكن تيرن اوفر وبتقطع على طول زينة حسام. زينة تبدا الهجمه بالفاست بريك، زينة حسام تسلم فريده مسعد، فريده تقلب الملعب الناحيه الثانيه لفريده تامر، فريده تاخد الميدل تلعب في السيت بلاي لفريده مسعد، تاخد سكرين من ريم اشرف لفريده تامر على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. جايده خالد ديفنسيف ريباوند ولا اروع، تسلم لنادين سلعاوه، نادين
تقلب الملعب الناحيه الثانيه لدينا عمرو. دينا عمرو على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريده تامر تلم على طول ديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه فريده معاها نادين سلعوه تخطف على طول وتعمل الستيل. دينا عمرو، دينا عمرو في الفصل بريك 2 على 1 معاها رنيم جداوي بالفلوتر شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. دينا عمرو سكند شانس حاضر عندها على طول وتطلع كيك اوت لرضوه. رضوه تقلب الملعب لجايده، جايده خالد على الاوبن شوت 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. لما على طول ريم اشرف وتسلم لفريده تامر. فريدة سلم لزينة، زينة لليلى، لزينة مرة تانية على الأوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. 3 بوينت مش حاضر عند نادي الصيد والنادي الأهلي. رنيم جداوي تسيطر على كرتها، سلم لدينا عمرو، دينا عمرو في البيز لاين سلم لرنيم جداوي مرة تانية، دينا في الإنسايد وتطلع كيك أوت لإكسترا باص عند رضوى لرنيم اللي بتهوش حلوة أوي بتروح وبتوصل لكن بتنجح إنها تاخد فاول وخطأ شخصي لصالحها والخطأ بترتكبه فريدة تامر. ألف سلامة لفريدة. 52-37 لصالح النادي الأهلي. فري ثرو أول لرنيم الجداوي تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني لرنيم، كابتن رنا خالد وتعليمات كده للجهاز الفني ودكه بدلاء نادي الصيد. رنيم والتركيز. فري ثرو تاني لرنيم الجداوي. تنجح ايضا في التسجيل. وسع الفارق الى 54-37 لصالح النادي الاهلي. فريده تامر تبدا الهجمه. سلم لفريده مسعد. تقلب الملعب على طول لفريده تامر مره ثانيه زون 1 2 2 النادي الاهلي. فريده مسعد تحاول تسيطر على الكوره، تسيطر فعلا وتروح وتوصل وتنجح في تسجيل نقطتين ليلى عرابي. نقطتين وفاول واند 1 والخطا على نادين السلعوه. 39-54 والاند 1 لليلى عرابي. اندوان غير ناجح، لم جايده خالد على طول وتسلم للرضوى محمد. رضوى لرنيم جداوي، رضوى مره ثانيه الاكسترا باص على طول عند دينا عمرو على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. لكن هنا في صفره وخطا والفاول على جايده خالد بوشن او دفع كده وراحت الكوره لصالح نادي الصيد. فريده تامر تبدا الهجمه، سلم لفريده مسعد. فريده تعدي بالسكرين من ليلى عرابي لفريده تامر مستنيه فريده ليلى عرابي تاخد بوزيشن. الباس لزينه، زينه على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند نادين سلعوه. نادين تقلب الكره لدينا عمرو، نادين مره ثانيه لرضوى محمد. رضوى تلحق قبل الاوت، تسلم لرنيم جداوي. رنيم في ال1 اون 1 تلف وترتكز بشمالها تروح لكن ما بتنجحش في التسجيل. ريم اشرف تلم والفاست بريك سريع لزينه، زينه تهدى بالملعب تلعب الست بلاي مره ثانيه عن طريق فريده تامر. فريده تامر تاخد سكرين من ريم. فريده على 3 بوينت شوت نجحت في تسجيل 3 نقاط، ده الفارق الى 12 نقطه. 42-54 لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد، رضوى لجايده خالد، دينا عمرو لرضوى مره ثانيه، فيك حلوه قوي عدت من الميدل وصلت سلمت لجايده خالد لكن ما بتنجحش في التسجيل. ريم اشرف على طول بتلم ريباوند وتسلم لزينه في الفص بريك وتروح لكن ما بتنجحش في التسجيل. رضوى محمد ديفنسيف ريباوند وتسلم لرنيم جداوي بتخلص في الون ون بالفلوتر شوت تنجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق الى 14 نقطه 56-42. فريده تامر لفريده مسعد. ليلى تعمل لها سكرين لفريده، تسلم فريده تامر مره ثانيه، فريده لفريده مسعد، فريده على 3 بوينت شوت لا تنجح في التسجيل. جايده خالد تحاول ترمي الكره لكن ليلى على طول جاهزه في الاوفنسيف رول، تسلم لفريده مسعد مره ثانيه، تسلم لليلى، ليلى عرابي تحت الباسكت لريم اشرف اللي تنجح في تسجيل نقطتين كده بعد ما حجزت رنيم جداوي في غفله دفاعيه اهلاويه. ده الفرق مره ثانيه الى 12 نقطه لصالح ملكات النادي الاهلي.
رضوى محمد مستنى السكرين من رنيم. رنيم رضوى لكن ترن اوفر وباد باص كده وتقطع زينه وتروح معاه جايده خالد تحاول تعمل معاه بلوك لكن بتعمل معاه الفاول والاند وان لصالح زينه حسام لاعيبه نادي السوق. فاول وخطا شخصي على جايده خالد والاند وان لزينه حسام لاعيبه نادي السوق. اند وان لزينه حسام نجحت في التسجيل دهت الفارق الى 9 نقاط 56-47 للصالح على النادي الاهلي. رضوى محمد رضوى بتدور على نادين سلعوه. نادين تاخد الكوره تلف وترتكز ارتكاز خلفي حاول تبص كده لرنيم جداوي لكن كانت ابعد من رنيم جداوي تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. فريده تامر تبدا الهجمه لنادي الصيد. فريده سلم لزين حسام. زين حسام لفريده تامر. فريده مصعد على شمالها على طول فات وتستعد للنزول. فريده تامر حاول تعمل الدرايف توصل لكن هنا في فاول في الاخير على دينا عمرو رقم 10 الكابيتانو دينا عمرو والتغيير فاتو وسرايا وميرال بدلا من نادين سلعاوه ورضوى. هنشوف جايده خالد شوتس لزين حسام عفوا لفريده تامر. 4 دقائق 3 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. فريده تامر تنجح في تسجيل الفري ثرو الاول او الرمية الحره الاولى والفري ثرو الثاني والرمية الحره الثانيه لفريده تامر تنجح ايضا في التسجيل. ده الفارق الى 7 نقاط لصالح النادي الاهلي. استعين الكوتش طارق خيري بقوته الضاربه متمثله في ميرال اشرف وسوريا وايضا فاتوا في الريباوند وادي فاتوا تحت الباسكت استلم وتطلع كيك اوت لسوريا. سوريا اولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الثالث لكن لا تنجح في التسجيل. رنيم جداوي في الاوفنسيف ريباوند على طول حاول تلعب 1 ان 1 تسلم لميرال. ميرال تطلع وتهدى بملعبها تسلم لدينا عمرو. دينا لفاتو فاتو تلف بالفيداوي شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. حاول معاها مره ثانيه تنجح سوريا في الحصول على الكره. رنيم جداوي تروح على الكره وتشوط لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول ليلى عربي تسلم لفريده تامر. فريده تهدى بالملعب. فريده لزينه حسام. زينه لفريده تامر تاخد سكرين من ليلى عربي تروح وتطلع كيك اوت لفريده مسعد. فريده على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل لكن بوشن هنا واضح على ليلى عرابي تنجح دينا عمرو انها تاخد فاول من ليلى عرابي. النادي الاهلي حتى هذه اللحظات سجل 6 نقاط في احداث عمر الكوارتر الثالث اما نادي الصيد نجح في تسجيل 17 نقطة من 32 ل 49 الاهلي من 50 الى 56. سوريا سوكا تاخد السكرين من فاتو عدت في البيك اند رول لكن سلمت لميرال. ميرال على طول تهوش وتطلع وتروح بالفلوتر شوت تنجح في تسجيل نقطتين 58-49 توسع الفارق الى 9 نقاط لصالح النادي الاهلي. فريده تامر فريده سلم لفريده مصعد جالها سكرين ليلى ليلى عرابي. فريده تحاول تعدي عدت فعلا لكن انصدمت بيه رنيم الجداوي اللي عملت عليها بلوك وسلمت على طول لسوريا. سوريا تبدا الهجمه. سوريا لسه الكره مع سوريا. سوريا في الدرايف سوريا وسعت لها فاتو راحت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ليلى على طول عرابي تلم وتسلم لفريده تامر. فريده بتهوش كده تعمل فيك بالفلوتر شوت توصل تنجح في تسجيل نقطتين 51-58 7 نقاط يا دي الفارق لصالح النادي الاهلي. 58 الاهلي 51 الصيد وادي سكرين من سوريا لسوريا. رنيم جداوي في الدرايف 1-1 توصل رنيم تنجح في تسجيل نقطتين 60-51 وفي صفره في الحكم ايقاف الملعب في اعتراض من ريم على كابتن رنا من ناشئات نادي الشمس انتقلت الى نادي الصيد في اللعبه مره ثانيه.
خلاص خلص الاعتراض. تسعة الفارق الى 9 نقاط مرة تانية. فريدة تامر تبدأ الهجمة. فريدة سلم لليلى، بساط سريعة عند فريدة تامر. فريدة من بعيد قوي 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. زينة تلم في الاوفنسيف ريباوند. زينة سلم لريم 1 2 كده او جيف اند جو، وبلوك حلو من ميرال امين رنيم جداوي لكن الكرة تلمس اللاين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الصيد. فريدة تامر بتدور على هتبصلها، باصت فعلا لفريدة مسعد، لفريدة تامر لكن الستيل حاضر على طول عند رنيم جداوي اللي بتقلب الملعب لسوريا. سوريا تلحق قبل الاوت وتطلع الكرة مرة تانية لميرال اشرف. ميرال سلمت لفاتو تحت الباسكت، تلف في فاتو على طول فاتو لكن ما بتنجحش في التسجيل والاوتسايد لصالح نادي الصيد. فريدة تامر تبدأ الهجمة. فريدة تقلب على طول ملعب، السكيب باس عند فريدة مسعد لفريدة تامر مرة تانية في الدرايف. فريدة تسلم لريم أشرف في الريفرس لايب لكن على طول البلوك حاضر من رنيم جداوي، وتسلم على طول لسوريا. سوريا في الفصل بريك لميرال، ميرال توصل تنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الأهلي، توسع الفارق إلى 11 نقطة مرة تانية 62-51. ميرال أشرف والأند وان لصالح. ميرال فري ثرو واند وان ناجحه لميرال اشرف، توسع الفرق الى 12 نقطه 63-51. فريده تامر تبدا الهجمه. فريده يقلب الكوتش طارق خيري زون 2 3 دلوقتي على طول. سكيب باس عند فريده مسعد لزينه، زينه على الاوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط 54-63 لصالح نادي الاهلي. 9 نقاط يدي الفرق مرة تانية ما بين الاهلي والصيد. سوريا لاستجر سكرين، توصل سوريا تسلم رنيم جداوي. رنيم في الوان ان وان تقلب الملعب لميرال. ميرال عند فاتو تسلم فاتو لكن هنا في 3 سكند مخالفة 3 سكند او 3 ثواني على يعني دي 3 بوينت. لو مخرجنا كده ادينا الكرة الاخيرة بتاعت فاتو نشوفها، بس هي كانت واقفه فين لان انا شاك انها واقفه بره الملعب، واقفه بره الزون. الكره الاخيره بتاعت فاتو اللي اتحسبت عليها 3 سكند. فريده تامر تبدا الهجمه. فريده تسلم لزينه، زينه تسلم لفريده مسعد على الهاي بوست لريم. ريم تلف وترتكس تسلم لزينه وتدي تعمل لها السكرين وتروح زينه على الباسكت في الميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل. لما على طول فاتو وتسلم ل سوريا، سوريا على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل عشان تاتي مع صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 63-54. هنشوفها مره ثانيه هنا، رجل بره ورجل جوه يعني 3 سكند ازاي مش عارف، لكن الاعتراض طبعا على التحكيم له منا كل التقدير طبعا. عامه انتهت احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 63-54. دقيقتين هي زمن الراحه، نعود اليكم سريعا فلا تذهبوا بعيدا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الرابع ما بين النادي الاهلي ونادي الصيد في صاله الشهداء ودور الثمانيه في دوري المرتبط لكره السله سيدات موسم 23-24. انتهت احداث الكوارتر الاول 31-23 لصالح النادي الاهلي، والكوارتر الثاني انتهت احداثه 50-32 لصالح النادي الاهلي ايضا. ثم الكوارتر الثالث تصدر النادي الاهلي التقدم ب 63-54. التعليمات الاخيره للكوتش طارق خيري، والتعليمات الاخيره للكوتش احمد ابراهيم. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي نشوف دلوقتي. لسه الكوتش احمد ابراهيم يلقي بالتعليمات. الفتحة قبل بداية أحداث الكوارتر الثالث. سوريا دين سرعوة تعود لأرض الملعب مرة ثانية، وميرال أشرف أعتقد هتبقى فاتو معاهم كسنتر، ورنين جداوي ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن فريدة مسعد وزينة وريم أشرف وليلى عرابي وفريدة تامر، ده خماسي نادي الصيد.
الحيازه لصالح نادي الصيد. فاتوا ورانين جداوي زي ما قلت لحضراتكم. فريده تامر لفريده مسعد. فريده مسعد في البيز لاين تروح على الميدل تسلم لزينه، زينه على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فاتوا على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لسرايا، سرايا في الفاست بريك لميرال اشرف، ميرال تنجح في تسجيل اولى النقاط في احداث وعمر الكوارتر الرابع عن طريق ميرال اشرف اسيست بلونج باس من سرايا محمد. زينه لسه الاهلي زون ديفنس 1 2 2. فريده مسعد سلم ليه ريم اشرف، طلع كرة لفريده تامر، فريده في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط في ايد ليلى عرابي وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. سرايا لرنيم جداوي سلم لميرال، ميرال لفاتو، فاتو تقلب الملعب على طول في الاكسترا باس من سرايا لنادين، نادين على 3 بوينت اوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط تايم اوت على طول يطلبوا الكوتش احمد ابراهيم لايقاف تقدم النادي الاهلي 68 54 لصالح النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد ابراهيم. تعالوا نسمع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. زي ما قلت لحضراتكم مباراة العودة إن شاء الله على ملعب نادي الصيد يوم الاثنين القادم بعد باكر بإذن الله. كل التوفيق لكوتش ماجد سلامة في المرتبط والكوتش طارق خيري في الدرجة الأولى والحفاظ على لقب موسم المرتبط موسم الماضي. إن شاء الله الأهلي في حالة فوزه بإذن الله هيقابل الفائز من سموحة وهليوبلس، وسبورتن ومصر التأمين الفائز منهم سيلاقي الفائز من الجزيرة والاتحاد. السيمي فاينل لدوري المرتبط 2023-2024. سرايا ونادين سلعاوي، عودة نادين سلعاوي بعد اجازة الزواج، مبروك نادين ان شاء الله ربنا يسعد ايامك. فريدة تامر عودة الى المباراة مرة اخرى، فريدة تامر والحيازة لصالح نادي الصيد. تقلب الملعب بالسكيب باس على طول لفريده مسعد لزينه مره ثانيه، دفاعات قويه من النادي الاهلي. تحت الباسكت على طول لرهام الزمر، رهام الزمر عوده مره ثانيه، هاند اوف على طول مع فريده تامر لكن دفاعات قويه من النادي الاهلي. فريده مسعد معاها سرايا، فريده توصل بالفلوتر شوت تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الصيد. فريده مسعد سجل نقطتين. سرايا محمد تقلب الملعب لمراد، فاتوا تحت الباسكت، فاتوا بالدريبلايه بالريفرس لياب لكن ما بتنجحش في التسجيل وبتاخد معاها فاول بتو شوتس لصالح فاتوا السنغاليه. فاتوا على الفري ثرو الاول 58 56 لصالح النادي الاهلي. فاتوا والفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. فاتو الفري ثرو الثاني لا تسجل. رنيم جداوي السكند شانس رائع من رنيم جداوي كالصقر تنجح في تسجيل نقطتين من وسط غابه من الدفاعات لنادي الصيد. 1-2-2 زون ديفنس النادي الاهلي. فريده مسعد معاها رنيم، رنيم قابلها فاتو سلم لفاتو على طول تحت الباسكت لكن على طول الكفرن حاضر عند ميرال اشرف. سرايا، سرايا مستنيه القاطع، سلمت رنيم جداوي على الميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فاتو من اعلى نقطه تروح وتسجل لا ما تسجلش لكن تلم على طول فريده تامر. فريده تقلب الملعب لفريده مسعد ال1 ان 1 فص بريك لكن طلع كيك اوت على طول لزينه. زينه لسه كوره مع زينه تسلم ليه لهام الزمر لزينه مره ثانيه. طلبت من فريده تامر تيجي لسه الكوره مع فريده تامر اللي بتشوط كده اي حاجه قبل الثواني الاخيره من 24 ثانيه تلم فريده الزمر ما تجيش وتلم رهام الزمر عفوا. سلم لفريده تامر
تلحق قبل الباك زون. لا ما تلحقش قبل الباك زون والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. تيرن اوفر على فريده تامر تعود ريم بدلا من ليلى عرابي رقم 28 في نادي الصيد. تغيير الجرين كوتش احمد ابراهيم والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. سوريا تقلب الملعب على طول لبرال اشرف لكن هنا في فاول وخطا شخصي على زينه. ميرال ميرال على 3 بوينت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريده تامر ديفنسيف ريباوند واللونج باص على طول طلع لزينه. زينه تطلع لريم. ريم تقلب الملعب ليه فريده مسعد بالاكسترا باص لفريده تامر في البنتريشن. فريده تامر راح لكن ما بتوصل ما بتنجحش في التسجيل. ميرال اشرف ديفنسيف ريباوند في الاول زاويه. ميرال راحت ميرال سلمت لي فاتو اللي بتنجح في تسجيل نقطتين. اسيست رائع من ميرال اشرف فاست بريك في الرن او في الجري على الليل من فاتو اللي بتنجح في تسجيل نقطتين والفاول على فريده مصعب. اند وان لصالح فاتو تنجح في التسجيل. 74 56 لصالح النادي الاهلي. فريده تامر سلم على طول ليه مريم جابر لسه نازله. فريده مسعد ريهام الزمر ايه فريده مسعد مره ثانيه. فريده في الدرايف تسلم على طول لريم لكن في الستيل حاضر على طول ولونج باص سريع على الفص بريك من رنيم جداوي لكن تتقطع في السكه من فريده تامر. تروح على طول لمريم جابر. مريم تسلم لفريده تامر تبدا الهجمه مره ثانيه. ضغط عليها نادين سلعوه تسلم لفريده مسعد. فريده تقلب الملعب على طول لمريم جابر للزمر. هتطلع حلوه قوي ريم اللي تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الصيد. 58 74 لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي ميرال فاتو في البيز لاين سلم لجداوي اللي بتروح بشمال هتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 76 58 18 نقطه والفارق لصالح بنات وملكات النادي الاهلي. فريده تامر تبدا الهجمه مره ثانيه لما فريده مسعد على الهاي بوست هتطلعها على طول ريهام الزمر تسلم ليه ريم اشرف لكن تخبط كده في ايد فاتو وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الصيد. فريده وائل تعود الى ارض الملعب بدلا من رنيم جداوي في تغيير جرير كوتش طارق خيري. فريده مسعد هاند اوف على طول مع فريده تامر. فريده تقلب لمريم جابر والسكيب باص على طول لفريده مسعد على الاوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط. فريده مسعد وتايم اوت. تايم اوت اذان كده كابتن حسام عبد المنعم يطلبه احتراما للاذان. تايم اوت نسمع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت نعود الى ارض الملعب مره ثانيه. يا رسامه شوف يجري تغيير كوتش طارق خيري. يا رسامه بدل من فاتو سوريا في مركز صانع الالعاب او البوينت جارد لميرال اشرف. فريده وائل يا رسامه حاول كده تبصي لميرال اللي قطعه تسلم على طول نادين سلعوه لكن تتقطع منها وترن اوفر وتروح على طول لفريده تامر. فريده حاول واحد على واحد تصلح على طول خلطتها نادين سلعوه وتقطع الكوره وتسلم الكوره
لسورايا، سورايا في الوان ان وان في الباك او ريفرس لاب ما بتنجحش في التسجيل، ورايا يرى اسامه سكند شانس لكن لا تنجح في التسجيل ايضا، وبتاخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس على، والفاول على من مدحت رقم 16. انا مصوره على العموم. فاول خطا شخصي على منا مدحت، والفري ثرو الاول ليرى سما لا تنجح في التسجيل. 15 نقطه هو الفارق، 4 دقائق 46 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ما تنجحش تسجيل رميه حره ثانيه، تنقذ الموقف على طول سورايا لميرال في البيز لاين على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش التسجيل. حاول معاها يرى سما مره ثانيه لكن منا مدحت تستلم وتسلم على طول لفريده تاني. فريده تبدا الهجمه، فريده طارق يطالب بالضغط من تومان النادي الاهلي. منا مدحت تاخد سكرين من ريم لكن تسلم الهاند اوف على طول لفريده مسعد. فريده في الدرايف واحد على واحد تروح وتوصل بالهوك لكن ما بتنجحش في التسجيل. ميرال اشرف ديفنسيف ريباوند ولا اروع. ميرال في الاول ذا واي تسلم على طول لسوكا، سوكا هوش وطلع الاكسترا باس هنا عند مين؟ عند يرى سامه، والاكسترا باس مره ثانيه في الكيك اوت عفوا لنادين سلعوه لكن ما بتنجحش في التسجيل. ريم على طول تلم وتسلم ليه؟ فريدة تاني. فريدة لمنا مدحت تقف على الميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. نادين سرعوه ديفنسيف ريباوند وتسلم على طول لميرال لسورايا لنادين مره ثانيه. تقلب الملعب لسورايا تاخد سكرين، لا والله سلمت ليارا، يارا الفريدة وائل تاخد سكرين من يارا سامي كيك اوت لسورايا في البيز لاين. تقف سورايا الثواني الاخيره شاطت في الميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول ريم اشرف صراع على الكره ما بين ريم اشرف ويارا سامي. ريم كده تحاول تخلص الموضوع على اساس انها تباصي لكن تورن اوفر وباد باص تروح توصل لسورايا. سوكا طلبت سكرين راحت يارا سامي بالسكرين قطعها حلو قوي في الباك دور ميرال اشرف لكن بلوك ولا اروع من ريم اللي ريم كده يعني حاولت تباصي لكن كانت بعيده عن فريده تامر وبتطلع اوتسايد. هو ينفع يلعب لهم؟ والله مريم سطوحي نزلت بدل من منا مدحت وفريده مسعد نزلت ايضا. زون ديفنس نادي الصيد سلعاوي على النادين على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. فريده وائل اوفنسيف ريباوند روعه. ميرال اشرف ميرال في الدرايف واحد على واحد تسلم ليه؟ سورايا، سورايا تهدى بالملعب طلبت السكرين راحت يارا اسامه سلمت في البيك اند رول روعه قوي 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 ما بين يارا اسامه او ما بين سورايا ويارا اسامه. لعبه من البيك اند رول ولا اروع ولا اجمل من سورايا. الاسيست جميل والباسكت اجمل من سورايا ويارا اسامه. فريده تامر عدت عايزه تشوط من بعيد قوي لكن شكلها اير بول فعلا اير بول. تلم على طول ديفنسيف رواند عن طريق نادين سلعوه لميرال اشرف تروح توصل تنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 80-61 وتايم اوت يطلبه كوتش احمد ابراهيم لايقاف تقدم النادي الاهلي. 80-61 نسمع تعليمات المدربين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. وادي البيك اند رول اهو فضتها خالص ودت الناس في ناحيه ودت يارا اسامه في ناحيه فضتها خالص نجحت في تسجيل نقطتين يارا اسامه. تايم اوت اللي طلبه كوتش طارق كوتش عفوا احمد ابراهيم نفسه خماسي النادي الاهلي سورايا ميرال نادين فريده وائل ويارا اسامه. 80-61 لصالح النادي الاهلي. كابتن حسام عبد المنعم حكم الاول المباراه مع الكابتن رنا خالد وخماسي نادي الصيد هنشوف هنقول لحضراتكم حالا. ريم اشرف ومريم سطوحي مريم جابر رقم 8 وفريده مسعد وفريده تامر. ضغط النادي الاهلي من اول ملعب. فريده تامر من تمان النادي الاهلي لسه الكره معاها.
سلم على طول لمريم جابر، مريم تقلب الملعب على طول لفريده مصعب في الاوبن شوت 3 بوينت، لكن ما بتنجحش في التسجيل اير بول وبتطلع اوتسايد لصالح النادي. الان نادي سلعاو بتمسك الملعب. سلعاو سلم لفريده وائل، دينا عمرو اللي نزلت مكان سوريا. وادي السبين موف، طلع كيك اوت على طول لميرال اشرف لكن ما بتنجحش في التسجيل، لكن هنا في فاول واعتراض بخطا شخصي على نادين سرعوة. وال 61 80 دقيقه 43 ثانيه والاوت سايد لصالح نادي الصين. فريده مصعب تخرج، نشوف مين ينزل مكانها دلوقتي. فريده تامر طلع الاوت لزينة، زينة هي اللي نزلت مكان فريدة مصعب، سلمت ليه فريدة تامر. فريدة لسه الكرة مع فريدة، سلمي السكرين لمريم جابر، سلم لسطوحي، مريم سطوحي تقطع، تحاول تقطع كده دينا عمرو، لكن زينة على طول سيطر على كرتها، لكن السيب حاضر على طول عند مرال اشرف. مرال في الوان ان وان في الاول زاوية راحت نجحت في تسجيل نقطتين 82 61 لصالح الاهلي والاهلاوية. اقل من دقيقة ونص على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. فريدة تامر في الدرايف واحد على واحد طلع كيك اوت، لكن الكابيتانو تعمل ستيل تسلم على طول لميرال، ميرال تلحق والكرة كده قبل ما تطلع اوت لنادين سلعاو. دينا عمرو في الاوبن شوت، دينا شاطت لكن ما بتنجحش التسجيل، تحاول تاني على السكند شوت تلحق فعلا وتوصل وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، تعلي الفارق الى 84 61 لصالح النادي الاهلي. اقل من دقيقة اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. فريدة تامر، فريدة لسه الكرة مع فريدة، تاخد سكرين من مريم اشرف. فريدة تامر في الوان ان وان طلع كيك اوت لمريم جابر، مريم على الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. نادين سلعاوة على طول في الديفنسيف ريباوند، تروح وتقف لسه هتشوف مين هتسلم ليارا اسامة، يارا اسامة في الواحد في الوان ان وان تروح بالهوك كده لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريدة تامر تلم الديفنسيف ريباوند وتسلم على طول لزينه، زينه في الدرايف واحد على واحد بالباور لاب لكن تنجح انها تاخد فاول من نادين سلعاوه بتو شوتس لصالح زينه لاعيبه نادي الصيد. فري ثرو اول ناجح لنادي الصيد وفري ثرو ثاني غير ناجح. جالنا خبر دلوقتي ان لاعيبتنا او بنتنا بنت نادي الصيد فيروز اشرف اللي اصيبت في المباراه الماضيه عملت اشعه مقطعيه على المخ والحمد لله سليمه ويعني شفاء الله وعافاها وخلاص انتهت احداث الكوارتر الرابع والمباراه زي ما حضراتكم شايفين 84 62. مبروك لبنات النادي الاهلي ملكات النادي الاهلي بقياده الكوتش طارق خيري، هارد لك وحظ اوفر للكوتش احمد ابراهيم وبنات نادي الصيد. زي ما قلت لحضراتكم الحمد لله اطمنا على لاعبتنا وبنتنا بنت نادي الصيد فيروز اشرف اللي الحمد لله عملت اشعه والاشعه اثبتت سلامتها الحمد لله. كل السلامه والامنيات الطيبه لفيروز اشرف، الف مبروك للنادي الاهلي بقياده الكوتش طارق خيري، حظ اوفر للكوتش احمد ابراهيم وفرقته. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم في مباريات قادمه باذن الله. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع والى اللقاء.